السيدات والسادة، لو كنت امرأة، لو كنت امرأة لسألت الرجل العربي: ماذا تفعل أيها المجاهد المنتصر على الاستبداد الشرقي المزين بكاريكاتير الحداثة؟ تريد الدخول إلى العصر فتعلن شغفك بالديمقراطية والحرية والعدالة وترفع راية حقوق الإنسان والمواطن، لكنك تستثقل وجودي إلى جانبك وتهيئ لنفسك دارا للحريم. أتراك كعادتك ترفع صوتك لتخفي عجزك؟ تريد الديمقراطية وسيلة لحكم العشيرة، والديمقراطية غاية لا مجرد وسيلة، غاية وجود الفرد حرا امرأة كان أم رجلا، والديمقراطية قوامها لا قبائل ولا طوائف، بل مجتمع مكون من أفراد متساوين في الحقوق والواجبات المحددة بقانون من وضعهم هم قابل للتعديل، لا بقانون فوقاني لا يأتيه الباطل ولا التبدل. وقوامها الأقلية حق الأقلية في أن تمتلك وسائل المراقبة والمحاسبة، لا أن تبقى من درجة ثانية. وأراك ترفع راية حقوق الإنسان وتنسى أنني إنسان أيضا، وتريد العدالة التي تحسبني نصف كائن وتكيل بمكيالين، وتريد الحرية لنفسك وتربكك حرية المعتقد، وتحسب أن الحرية حرية الحاكم وحسب، وتنسى أنها أصلا حرية المحكوم والمستضعف في أن يختار حياته وطريقة عيشه، وحريته في أن يخرج عن الطاعة وأن يغير معتقده وموطنه وأن يتصرف ببدنه كما يحلو له. لو كنت امرأة لقلت للرجل العربي: تريد أن تقنعني أنك ما زلت فحلا كسائر فحول خلق الله، لكنني أدرى بحالك، فمنذ أن صار مستقبلك خلفك صرت تخفي عجزك عن الدخول إلى العصر برفع صوتك، وتتستر على ضعفك بتعديد نسائك، وتحسب أن العنف دليل قوة. أما وإني لست امرأة، أما وإني مجرد رجل ورجل عربي أيضا، فاسمحوا لي أن أحكي لكم ما حكته لي جدتي. قالت: من يمر تحت قوس قزح يغير جنسه، البنت بتصير صبي والصبي بيصير بنت. وأن أقول لعل الأفكار تغير جنسها أيضا حين تمر من ضفة إلى أخرى تحت قوس البحر الأبيض المتوسط، لعلي بذريعة قوس قزح هذه أقدم للسيدات الحاضرات هنا وللمرأة العربية بعامة بالغ اعتذاري، لعلهن بالذريعة نفسها يقبلن اعتذاري. شكرا.